انا كمان عاجبني اداره الناديين، يعني زي ما كابتن عماد قال اداره الاهلي وفرت كل شيء، ادت الثقه لسامي قمصان ان هو يخوض اللقاء، وموفره الحقيقه ومشيه كبيره جدا من اللاعبين، واللعيبه عليها انها تراجع نفسها. تمام. اداره الزمالك تعاملت مع الناشئين بقلب كبير جدا، طبعاً يعني طبعاً بجراءه طبعاً كبيره جدا، وجم على نجوم الفريق، انت مش عايز تجدد مفيش مشكله، خلاص خلص الموسم بتحضر شديد جدا وبراحتك. المشهد اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان الملعب فيه 20 مليون وفي 2 مليون وفي 700 الف وانت مش عارف تقارن، يعني انت النهارده بتطلع التصنيف نجم بملايين كتيره جدا، على فكره في لعيبه وبتنزل شباب صغيره، في لعيبه من الصغيرين اللي موجودين ب 150 الف، اللي موجودين ولعبوا اساسي. انا بقول كده، يعني النهارده فيريرا واداره النادي يعني حقيقه وجهوا لهم الف شكر، ان لقاء قمه زي ده مهم جدا وحساس، ويبقى فيه اربعه صغيرين تحت السن جوه الملعب، التوقيت يا كابتن كمان، يعني انا مركز يعني في حته انك تنزل يوسف اسامه نبيه في دقيقه 66 وانت خسران، وتبدا بسيد عبد الله نيمار، يعني تبدا بيه، ده ولد اول لقاء قمه بالنسبه له، ويلعب سيف هنا بقى في الزمالك. كابتن هرجع برضو لكلمه كابتن عماد متعب، اللعيب الكبير اللي متضايق ان هو خارج او هو مستاء او 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 او، شوف انت خدت كام ومقابل الاداء ايه؟ ما هو اللعيبه كابتن برضو لازم يقف مع نفسه. طبعا النهارده احنا بنسمع ارقام ما بنشوفهاش في الملعب، يعني بقت كلها متساويه، كلها شبه بعض. الزمالك النهارده بالناشئين عمل مباراه كبيره او بثلاث اربع ناشئين زي ما حضرتك قلت، وباللعيبه النجوم الارقام، لاعب ممكن عنده ازمه ما بيلعبش، لاعب مش في حالته، لاعب مشتت، الامور دي كلها. ما هو فيريرا خد الباور ده منين يا سيف؟ من الاداره. صح. الاداره قالت مش هجدد يا جماعه، صح، استشار مرتضى ومجلس الاداره قال مش هجدد للناس، وهو غصب عنه اعتمد على المجموعه ووثق فيهم ودربهم كويس الفتره اللي فاتت. صح. فمفيش مشكله ان يبدا بسيد نيمار في لقاء قمه بالنسبه له مهم جدا، بينافس على بطوله الدوري، وثلاث نقاط بالنسبه له مهمين جدا جدا. يلعب بحسام عبد المجيد اول لقاء قمه برضه بالنسبه له سيف. صح. ولا صغير وينزل بيه الشوط الثاني. هنقف يا كابتن مع الزمالك في مشكله، الزمالك في احتياج لحارس مرمى ملاش علاقه بمستوى عواد، انا بتكلم بصفه عامه للموسم القادم. محتاج طبعا 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 محتاج 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 طبعا محتاج اه محتاج. في عدم وجود ابو جبل ولا في وجود ابو جبل ولا في عدم وجود ابو جبل خلاص، يعني اكيد انت هتبقى محتاج في وجود ابو جبل، لا يعني خلاص في عدم وجوده كمان النادي، يعني في وجوده في عدم وجوده النادي محتاج لحارس مرمى حتى في وجوده. حتى في وجوده يعني عندك ابو جبل وعضو عايز حارس. النهارده ما حصل مثلا اصابه لابو جبل، انت ما عندكش البديل لعواد، فطلعت واحد من الناشئين ما عندوش خبرات. ودي مشكله. لا انا عايز كل فرقه يبقى انا عندي 30 لعيب او مشايل او حاجز ثلاث اماكن لحارس المرمى. لحارس المرمى زي ما انت بتتكلم على نص الفرقه، فهو نص الفرقه الاخيره في الملعب، هو اللي بيريح اللعيبه. على فكره لو النهارده حراس المرمى في حاله فنيه جيده، انا مش بقول اي حاجه يعني، في حاله فنيه جيده ومركزين، ما كانش في اهداف دخلت المرمى. يعني خلي بالك، بتكلم والله بتكلم، حتى لو رجعنا الاهداف، الهدف لا الهدف بتاع الهدف بتاع الزمالك، لا في اهداف كانت تخش يا كابتن اللي هي قول لي هدف الزمالك كان هيخش بتاع بن شرقي، يعني لا يوصل عنه اللي هو فين الاولاني يا كابتن، اللي هو شيكابالا الاولاني.